تدين دولة قطر بأشد العبارات حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم التي حصلت بشكل متعمد في عدد من الدول الأوروبية مؤخرا. وبالنظر إلى هذه الحوادث وخلفيات مرتكبيها وطبيعة الخطاب العام في جل أطروحاتهم، لا يسع أي مراقب محايد ذي عقل إلا أن يرى أن وراءها ما وراءها من أجندات تتعمد زرع الكراهية وخلق الفتن بين المسلمين وغيرهم من أبناء مجتمعاتهم. ناهيكم عن استفزاز ملياري إنسان حول العالم في صميم إيمانهم، وأما عن موقف بعض الحكومات الأوروبية تجاه تسهيل بل وتمكين تكرار هذه الحوادث بدعاوى قانونية متصلة بخطاب الحريات وحقوق الأفراد، فإننا نقف حائرين ومتعجبين حيث تراكمت الشواهد لدى القاصي والداني أن هذا المعيار ليس إلا معياراً انتقائياً، فجل هذه الدول تمنع منعاً باتاً تشريعاً أو عرفاً الخطابة والأفعال المعادية للسامية على سبيل المثال للحصر. كما أن كثيراً من هذه الدول تعمل عدسة مكبرة على الأقليات الدينية في الدول ذات الأغلبية المسلمة، تضخم من خلالها كل أمر يحل بأي فرد من أولئك الأفراد الكرام، وتحمل حكومات هذه الدول المسؤولية وتطالبها بالتغيير حتى لو لم يكن الأمر فعلاً منهجياً تقره الحكومات. أؤكد أننا لا نستطيع نحن الدول والمجتمعات الإسلامية التعامل بالمثل، ليس خشية من الهجوم الذي كان سيطالنا من نفس تلك الحكومات، ولكن امتثالاً لقناعاتنا وقوانيننا وقبلها لقيمنا الإسلامية.